صورني هيك. لا بتنزل تشحد شحاده. وضع كثير صعب عم بترابلس. يمكن انا في جمعيه عم تساعدني. جمعيه واثنين ما وحده هون. في ناس ساعدتني ببنتي بالراديو ديرابي ما حبت تظهر حالها. نحن عم نعمل هاي الوجبه وحده برمضان وعم نوزع معها 150 ربطه خبز حدا مقدم لنا اياهم على طيله شهر رمضان، وبعد رمضان كمان ما حنوقف لانه كمان اكيد الوضع الاقتصادي حينزل اكثر، حنفوت بموضوع مجاعه. بس هو بس الواحد ما بده ياكل بتقولوا لنا سكروا، طيب نحن حنسكر ماشي الحال. طيب اذا ما متنا من الكورونا بنموت من الجوع يعني؟ اللي عنده اولاد ما بده يطعميهم؟ العالم عم تبيع صغيات نسوانها لحتى تقدر تاكل. هيدي عيشه. بالمصنع كان عندنا شيء 10 عمال. بسبب هالاوضاع اللي وصلنا لها نحن لليوم صار ولا شيء، صرت انا واخي خيي موجود معنا. بس انا وياه وقفنا العمال كليته، وانا ما كنت رايد هذا الشيء. بس طلع الامر عن اطارنا، يعني ما فينا نتحمل، يعني الانسان بيتحمل درجه بس ما 100 درجه.